فيديو جديد على قناة ملوك ساد. النهاردة هنتكلم على تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية على ساد، والتردد ده هنشغله على جميع الأجهزة. يعني التردد ده سواء كان عندك ريسيفر اتش دي أو ريسيفر عادي، طبعا عبر قناة ملوك ساد هتقدر تنزل قناة الرابعة الرياضية. يلا بينا نبدأ ننزل القناة. أول حاجة كده هنبدأ ندوس على زر المنيو، نضغط إنشاء قناة، ونبدأ ننزل هنا بريموت على التردد، ونبدأ نكتب تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد حزمة عامة على قمر نايل ساد فقط وحصري عبر قناة ملوك ساد. 1-0-8-9-2، ونكتب موافق كده، وهتبدأ تعدل درجة الرمز تخليها 27500، تبدأ تنزل على الاستقطاب تخليها حرف ال H، وتبدأ تدوس على كلمة حر مجاني، وبتبدأ تصبر كده على الجهاز زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. الجهاز على طول بيبدأ ينزل القنوات. طبعا تردد سهل، تردد حزمة عامة بيشتغل في جميع أنحاء الوطن العربي، تمام. تبدأ تدوس كده على كلمة موافق. بعد ما بتدوس على كلمة موافق بتبدأ ترجع كده. طبعا القناة وقفت معانا على قناة الرابعة العراقية زي ما انتم شايفين، القناة شغالة ما فيهاش أي مشاكل، وعلى الرصيفر العادي اللي هو بيكون عند معظم الناس، يعني الناس اللي عندها دي بيبقى يكون عندها الرصيفر ده، تمام. زي ما انتم شايفين قناة الرابعة الرياضية شغالة على التردد اللي احنا كتبناه مع بعض، اللي هو 10892 أفقي 27500. طبعا القناة دي ممكن تنزل معاك في الآخر خالص، طبعا أنا ناقلها وحطيتها فين؟ في القنوات الرياضية عند على الرصيفر، اللي هو ايه، عملت لها ضغطت على رقم 2 حرك ونقلتها عندي في القنوات الرياضيه، اللي هو ايه 10892 27500. في النهايه بيت الناس ما تنساش تشترك في قناه ملوك ساد على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله.